السلام عليكم إخواني أخواتي. في هذا الفيديو غنشوفوا حقائق لي صادمة بخصوص سعيد الناصري بعد ما حلت الفرقة الوطنية بالفيلا ديال سعيد المتواجدة بحي المعارف. وهناك فين اكتشفوا بعض الفيديوهات اللي هي فاضحة بخصوص سعيد الناصري وكذلك بعض الشخصيات المتقين في هذا الفيديو. فنخليكم تتبعوا هذا الفيديو من الأول حتى الأخير وتعرفوا الحقيقة. هاد اليومين الاخيرين جريده الاحداث المغربيه نشرت سماقه قالت بانه يعني عندها معلومات بانه تم اكتشاف يمكن شي سيديهات ولا في الدار ديال الناصري حول يعني اشرطه فيديو اباحيه كان كيسجلها الناصري يعني في الدار ديالو ولا في الفيلا ديالو المعلومه مع شخصيات وضيوف اللي كانوا كيجيو عنده. حسب مصادر ديالي كتقول بان هذا الخبر يعني مشكوك فيه لسبب بسيط. انا سولت واحد المصدر ديالي قال لي يعني لا اظن لانه لسبب بسيط ما يعني ما دارش اون بيركيزيسيون للفيلا ديال السي الناصري يعني ما كانش تفتيش. وكيل العام ما عطاش امر التفتيش ديال الفيلا ديالو باش يمشيو للعناصر الامنيه ويتلاقاو السيديهات ولا يتلاقاو شي اورديناتور في هذا الشيء. يعني هذا هو السبب بسيط. فلا اظن ان هذا الشيء. واذا اعتبرنا كاع ما عرفتش شنو هي المصادر ديال الاحداث المغربيه ولكن الا اعتبرنا كاع كاين هذا الشيء فهذا غادي يزيد يغرق السي الناصري. لانه الا اعتبرنا قلت لك يعني ما عرفتش انه سجل شي ناس يعني في شي اوصاف ماشي هي هذيك ولا في شي وضعيات اباحيه ولا من عند الناس كانوا ما عرفتش شنو كانوا يديروا عنده في الدار. فهذوك الناس راه يعتبرون ضحايا لان تصوروا رغما عنهم من اجل ابتزازهم من طرف ناصري الى هذا الشيء كان فعلا صحيح حسب المعطيات ديالي غير صح. ولكن الا وقع انا نمشي معكم بعيد هذوك الناس يعتبروا ضحايا. و بزاف ديال الناس اللي مشاو عند الفيلا ديال الناصري وكانوا كيضلوا عنده شيء عادي هو كان شخصيه سياسيه ورجل اعمال كان يستقبل يعني المئات ديال الناس كزاويين وماشي كزاويين يمكن افارقه وكان يستقبل يعني راه تبارك الله بشحال يستقبل هذه السنين في دارو اللي كان يعيش يتعشى عنده يتغدى عنده يقصر عنده حر هو في دارو. فبزاف ديال الناس اللي سمعوا هذا الخبر الاخير يعني قاسهم الرعب يعني هم يعني من حقهم انا كنتفهم ولكن باغي نطمع انهم الا كان هذا الشيء بصح وكان دار هذا الشيء هو مستبعد فلا اظن انهم يخافوا على راسهم لانه واخا اعتبر جدلا ولا افترضوا الامن تحصل على هذه السيديات فلا اظن ان يعني السلطات الامنيه غادي تخرج هذوك الفيديوهات ولا هذوك الشرائط لان لم يعهد على الامن المغربي انه خرج شي فيديوهات اباحيه ولا جنسيه ديال الناس اللي تسجلوا رغما عنهم لان هذا يعتبر تشهير ولم يعد في يعني في السلطات الامنيه المغربيه انها كتشهر بالمواطنين ديالها. والدليل يعني كاين شوفوا القضيه مثلا ديال الحاج ثابت هذاك اللي كان كوميسير في العهد ديالو سجل يعني مئات الفيديوهات ديال نساء اللي يعني مارس عليهم الجنس يعني بعنف و طريقة ابتزازية فما عمرو خرج شي شريط ديالهم وهذوك الأشرطة كانوا في يد العدالة وفي يد الأمن ما عمرو خرجوا. قضية أخرى بزاف ديال القضايا من القبيل آخر وهي يمكن اللي كنعرفها أنايا مثلا ديال هذاك ما يسمى بالراقي بركان تا هو كان راقي في بركان تا هو كان يعني كيستغل ما يدعيه انه ما يدعي انه يقوم به كرقيه انه كي يعني يمارس الجنس على هذوك النساء اللي كانوا يجيو يديروا عنده هذا الشيء. وتم القاء القبض عليه وتمت محاكمته ثم سجنه وتم الحصول على جميع هذيك المجموعه ديال المشاهد الاباحيه اللي كان سجلها وما عمره خرجت للعلن. فالحمد لله بلادنا واعيه بهذا الشيء. بلادنا كتحارب التشهير كتحارب كتفهم
يعني الضحايا اللي كيتعرضوا للابتزاز. يعني عندنا الثقه الكامله في بلادنا والمؤسسات الامنيه ديال بلادنا والعداله ديال بلادنا انها هادشي ما يخرجش. فانا يعني ما كنقول لكمش هكا باش نخوف ولا ندخم ولا غير كنمشي معكم يعني لي زيبوتيز كاملين باش كل واحد يمشي مرتاح مع راسه. القضيه الاساس ان هناك بارونات مشتبه فيهم كانوا كيهربوا المخدرات، قاموا بتبييض الاموال، شكلوا عصابه منظمه، قاموا بالتزوير تاك تاك الى اخره، بينهم سعيد الناصري، بينهم عبد البيبيوي واخرون. هذا هو اللي مهم هذاك الشيء اخر، الضحايا ديالهم هذاك نقاش اخر. طيب غير باش نسالي بهذه القضيه، انا نقول لكم بانه سمعنا الان بدينا نسمعوا بزاف ديال الحوايج. القضيه لا اظن انها سوف تقف عند الناصري وبيوي، ولكن يقال بانه كاين فوج ثاني غادي يتقدم امام الوكيل العام للملك في الدار البيضاء. سمعنا بانه الفرقه الوطنيه ما زالت كتقوم بالتحقيق وتستدعي ناس اخرين، وبانه انا سمعت بانما هذا اليوم والبارح كانت وما زالت الفرقه الوطنيه في وجده وكتحقق يعني مع مقاولين، ناس اللي خدموا يعني كانت عندهم صفقات مع الجهه ديال وجده، والناس اللي كانوا كيتعاملوا مع بيوي ورجال سلطه ايضا تم الاستدعاء ديالهم. يعني غادي يكونوا بزاف ديال المفاجات في سنه 2024. المفاجاه الكبرى كانت في 2023. السؤال اللي غادي يعني اللي يبقى مطروح، واش هذه المفاجاه الكبرى ولا غادي يكونوا مفاجات اكبر من مفاجاه 23؟ واش 24 غيجيب لنا شي حاجه اكبر؟ على اي ناس غادي يمشيو للحبس، وناس يمكن ارتباطا بالمواقع ديالهم فيمكن غادي يتحالوا على التقاعد ولا شي حاجه من هذا القبيل، لان القضيه كبيره بزاف ومازال غادي يكون فيها الجديد. في الحلقة الماضية أنا كنت تكلمت على البام وقلت بأنه يعني الآن هو مطالب باش يجدد نفسه، وقلت بأنه يمكن السيدة فاطمة الزهراء المنصورة هي المؤهلة حسب يعني المعطيات اللي عندي. اتصلوا بي مجموعة ديال المتتبعين لا البرنامج ديالي ولا المشهد السياسي الوطني، قالوا السي تيجيني فعلا هذاك الشيء اللي قلت يمكن مزيان، ولكن السيده فاطمه الزهراء المنصوري يعني يمكن الوضعيه الصحيه ديالها ما كتسمحلهاش انها يعني تاخذ الحزب، انها مسؤوليه كبيره وماشي سهله. فانا اجيبهم من هذا البنبر وانا اقول يعني انا قلت هذاك الشيء اللي كنت عارف. فانا ولكن اهل مكه اضرى بشعابها، اهل البام اضرى بقياديه وبمناضليه وبمستقبله بكل شيء. انا غير بان لي في هذيك الافراد اللي كيشكلوا الحكومه باسم البام بانه فاطمه الزهراء المنصوري يمكن هي اللي فيها الضوء انها تشد الحزب من بعد وهبي. ولكن الا كتشوفوا بانه كاين ناس او لا فاطمه الزهراء المنصوري يعني ما قادرش تحمل هذه المسؤوليه ولا ما تقدرش عليها اصلا لسبب او لاخر، وانه كاين ناس كاين قياديين كاين مناضلين كاين شخصيات اخرى، فهذاك الشيء شغلكم. داك الشيء انا اللي يهمني بانه البام واخا ما كيبينهاش ولكن خصو يعرف بان ما راه في ازمه. راه الان البام يعيشوا يعني الان البام هو في ازمه وجود، فإما أن يكون أو لا يكون، فإما أنه غادي يغرق لأن اللي راه يتسناه ماشي سهل، وما تسناوش منا ما الخصوم ديالو غادي ينعسلو. أول الخصوم سيد ليلى بن كيران مازال ما سمعناش هضر على القضية، كيتفرج يمكن كاين شي واحد كيقول لك اللي فيهم يكفيهم، ولكن غادي يجي غادي حتى هو غادي يبدي يصفي حساباته، حتى هو راه عامر على هذا الحزب، غادي يجي واحد الوقيته غادي يخرج كاع شي. قلتها لكم واه كنت نقول لكم ما كنتش تثقوني، ها هو دابا القضاء. فالان البام يعيش ازمه وجود، اما يخرج بها بحكمه وذكاء ولكن خصو يدي الثمن، او لا يبقى شاد في المغنات يعني في نفس الاشخاص في نفس يعني الوجوه اللي وصلت البام لهاد الازمه الغير المسبوقه، وغادي يغرق معاهم هما، غادي يغرقوا وغادي يغرقوا الحزب معاهم. كاين هذاك اللي ما يبغيش ينوض بالكرسي يبقى يقول لك يا اما نطلعوا كاملين يا اما نهبطوا كاملين، ويضحي بالحزب لانه ما مستعدش يتخلى على الكرسي ديالو. الان البام مطالب امام هذه الكارثه اللي عايش فيها، لانه كون امام هذا البام راه اللي تعلقت عليه امال كبيره، وكما قلت يعني المشروع السياسي ديالو الاصيل في البدايه ديالو من التاسيس ديالو كان مشروع نبيل، كانت غتكون واحد القيمه مضافه كبيره للبلاد، ولكن تم تحويره بسرعه، دخلوا له ناس
دخلوا مالين الشكاير، دخلوا الناس عندهم مصالح دغيا صافي هذاك الشيء يعني ترون، والناس ما بغوش ياخذوا العبره واستغلوا الحزب واستعملوا الحزب وخدموا بالحزب، وبزاف ديال الناس دبر على راسه باسم الحبس، باسم الحزب شوف باسم الحبس، باسم الحزب والان راه في الحبس يلاه كمل عليه. فإلا الناس اخرين يعني الناس اللي راه في المسؤوليه عندهم غير على هذا الحزب، فخصهم يستدعيوا جميع الناس اللي هربوا بهذا الحزب. كان بزاف ديال المناضلين شرفاء اللي التحقوا بالفكره من بدايه لكل الديمقراطيين حتى 2000 و يعني 2011 2016 و2019 من خرجوا، كاين ناس يعني بداو يخرجوا يعني في كل مرحله كاين شي ناس اللي كيقول لك انا ما نقدرش نزيد هكذا، وناس كانت عندهم رغبه انهم يشتغلوا في هذا الحزب، كاين مناضلين شرفاء كانوا مثقفين كان الى اخره. الان واش هذا الحزب عنده شي واحد اللي عنده كاريزما ويقدر يخلق عليه اجماع يجيبوا المؤتمر المقبل اللي غادي يكون يمكن فبراير 2024 قلت يلا شهرين او اقل من شهرين، اللي غادي عنده يعني يقدر ياخذ المكان ديال وهبي ويقدر يكون عليه واحد يعني عنده واحد المصداقيه وعنده من الاخلاق العاليه باش يقدر يرجع المناضلين الثقه في هذا الحزب ديال الطام اللي كما قلت المشروع الاصيل ديالو كان نبيلا جدا، ويجيب عاود الناس يجمعهم داخل هذا الحزب، ولكن ماشي ديال المصالح، ماشي من اجل تحقيق المصالح الشخصيه. واش كاين شي شخصيه؟ وهذه الشخصيه اللي غادي يعني ترومبلاسي وهبي في المؤتمر المقبل، انا كنشوفها ماشي ما خصهاش تكون شي شخصيه اللي توصل الحزب حتى الانتخابات المقبله. انا تكون غير شي رئاسه اولا ديال الازمه لتدبير الازمه الحاليه. شي حاجه مؤقته ديال العام عامين غير باش يرد الحزب السكه ديالو الصحيحه، ومن بعد عادي يديروا شي مؤتمر اخر ويشوفوا قياده جديده، لان الوضع خطير جدا وضع دقيق، خص واحد الشخصيه تكون فيها حكمه وفيها الثقه ديال المناضلين، والشخصيه اللي تخلي الناس يرجعوا من جديد داخل الحزب. وهاد الناس اللي باقيين الان مناضلين حتى هما شرفاء ومعقولين ودخلوا يخدموا الحزب، اللي عاد باقيين يمكن اقليه انهم ما يخرجوش وما يمشيش وما ينسحبوش في هذه الوضعيه اللي الحزب فيها كيغرق. فمن هي هذه الشخصيه الا ما كانت فاطمه الزهراء المنصوري؟ واحد فيهم قال لي مهدي بن سعيد، مزيان ويجيب مع طوطو يديروا رئيس المجلس الوطني ديال الحزب، علاش لا؟ غير بين قوسين، ولكن انا لا اتدخل في الشؤون الداخليه للحزب، يدير اللي بغى. فنتمناو الان الوضعيه داخل الحكومه انطلاقا من هذا الوضع حتى هي وضعيه حساسه. علاش؟ كما قلت لكم النصير وبيوي البدايه والنهايه مازال كنسمعوا بانه يمكن غادي يكونوا حتى بعض الوزراء الحاليين مستهدفين اما في المتابعه ولا اشياء اخرى. انا ازعم واقول الا كان شي وزير ديال اللبام في هذه الحكومه الحاليه تمت متابعته في هذا الملف بالذات او لا بان بان عنده علاقه من بعيده ولا من قريب في هذا الملف، فغادي نوليو نطرحوا واحد التساؤل مشروع حول مدى جدوى من استمرار البام داخل هذه الحكومه. واش البام بقات عنده يعني الاليه والمصداقيه الكافيه باش يدبر شؤون الدوله والملفات ديالو بكل تجرد واستقلاليه ومصداقيه داخل هذه الحكومه، ولا غادي يكون شي زلزال حكومي قريب على الابواب؟ هذا الشيء غادي تبينوا المتابعات القضائيه، وعندنا الثقه الكامله في القضاء، لان كما تكون القضاء راه فتح هذا الباب ديال تخليق الحياه السياسيه ديال المشهد السياسي. ايادي نظيفه من اجل مشهد سياسي نظيف. فغادي يكونوا فيه مفاجات، ولا كما قلت لكم شي واحد من البام على اعلى مستوى في هذه الحكومه تم يعني بشي طريقه ولا باخرى
لا اظن بانه البام يقدر يستمر في هذه الحكومه، وهذا غادي يفتح الباب على واحد المجهول اللي غادي يدبر، يعني المغرب غادي يدبره يعني بشكل عادي جدا. هذا لا ليس هو الحزب الاول، ليس الحزب الاخير اللي غادي يشارك في شي حكومه مغربيه. الاستقلال للاسف حزب الاستقلال ما كنبقناش كنسمعوه، يعني باش كنتكلموا على الحكومه باش نكونوا شويه منصفين، كل واحد نعطيو له حقه. حزب الاستقلال ما بقيناش كنسمعوا، ولا وكانه يعيش يعني شي حداد ديال شي جنازه قبال هاد الملفات ديال بارونات. شي حزب الاستقلال وكانه غير موجود داخل هاد الحكومه بتاتا. الاحزاب ديالو هكا مكمشين جامعين راسهم، يعني بنزار بركه وجه هابط لتحت، كلشي مجموع ما عرفتش شنو كيتسناو شنو كاين. حزب الاحرار ما عدا اخ نوش، الاخرين راه كلشي يعني بهذوك عارفين بان ما عندنا الشاف اخ نوش، راه تماك اخ نوش صافي يكفي اخ نوش، هو اللي وحدي يعني هو اللي مضوي هذاك الحزب، راه تماك النهار اللي ما يبقاش هذاك الحزب غادي تطفى هذاك الحزب للاسف على اي داخل هذه الحكومه. فالوضع ديال الحكومه كان اصلا يعني كان يعرف شويه ديال المشاكل، شويه ديال الجمود، خاصه مجموعه ديال الانتقادات اللي توجهت لهذه الحكومه فيما يخص تدبير ملف يعني الاضرابات للاساتذه والمعلمين. زادت هذه القضيه هذه الفضيحه اللي غادي تضعف ضعفت البام، وبالتالي بطريقه اوتوماتيكيه غادي تضعف الحكومه. فنتمنى نفس جديد يعني في روح وفي جسد هذه الحكومه يبان في بدايه 2024، وان شاء الله هذه الحكومه تبدا ب 2024 وتبين بانها يعني جايب يعني كما قلت بنفس جديد، مشاريع جديده، بطريقه جديده للتواصل، بطريقه جديده للتعامل، تعطي واحد الصوره جديده على راسها ونقطعوا مع هذيك الصوره. اخواني اخواتي، وهذا دليل على استباحه هدر المال العام وضرب مبدا اي المساءله والمحاسبه ونصف كل المجهودات والاصلاحات التي يقوم بها صاحب الجلاله بهذا الخصوص. فامام هذا المستجدات اخواني اخواتي.